نرجس، احنا محظوظين اليوم ان يكون معنا ضيف انا على الصعيد الشخصي احب اتابعه كثير، واليوم حدث كبير يرافق هذه الانطلاقه، هو خير من يتحدث اليوم عن هذا الحدث، صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بدر بن سلطان. اليوم انطلاقه كاس العالم للرياضات الالكترونيه، كاس عالم كبير جدا، جوائز كبيره جدا، كيف يمكن نتحدث عن هذا الحدث الكبير جدا؟ والله هو اول شيء شكرا لحضوركم معنا، شرف لي اني اكون معكم اليوم. وهو حدث كبير، حدث عالمي، بس الشيء المهم فيها انه ما هو بس بطولات رياضات الكترونيه، هذا مهرجان كامل، مهرجان العاب ومهرجان رياضات الكترونيه. والمهم في هذا انه كثير من البطولات اللي شفناها حول العالم الواحد يحضر يتفرج ويروح بيته، صحيح، وصراحه اللي كان يشوفها اونلاين افضل من اللي يشوفها شخصيا. فكيف نقدر نغير هالنمط في البطولات؟ فاحنا اسسنا هنا ما هو بس بطوله ولكن مهرجان، الواحد يقدر يجي كعائله يتفرج على البطولات، يتفرج على المهرجان، يتفرج على الحفلات الغنائيه، الاكل والشرب، الجيمينج نفسه، قطاع الالعاب، في كورسات في يدربون في الالعاب وفي الرياضات الالكترونيه، ففي دراسه وفي يعني في مكان صارت الواحد يقدر يجي بالعائله كلها، مكان لشبابنا وشاباتنا انه يحضرون ويعيشون شغف اللعب والالعاب. هذا الشغف اللي موجود عندنا اللي عارفينها، لانه 67% من السعوديين يعتبرون نفسهم جيمرز، يعني عندهم شغف هالقطاع. وهذا الحمد لله مو بس بطولتهم، بس فرصه لكل دول العالم، لكل افضل فرق وافضل النوادي في العالم انهم يجون يشوفون وش اللي عندنا، مو احنا اللي نروح نحضر عندهم، صحيح، هم يشوفون الشغف للالعاب اللي موجود عندنا ويشوفون النمط الحياه اللي عندنا والمسار المهني اللي صار موجود الآن في السعودية في هالقطاع. جميل. خلف سمو الأمير، اليوم لما أتكلم أنا عن الألعاب الإلكترونية أتذكر يعني في البدايات تكن ألعب في الفيفا، بس طبعا بالانتيات فقط، ما عندي أي فريق يعني أقدر ألعب فيه، ولكن لا ذاكرة أكيد في زي ما قلت 70% من الشباب السعودي. ولكن اليوم لما نتكلم عن هذه الألعاب موجودة في السعودية، تطويرها، أبطال العالم فيها، الفرق السعودية المتواجدة اللي أصلاً هم قاعدين يحققوا بطولات، وسمو سيدي ولي العهد لما قال في لقاء لأنه في ألعاب معينة يحب يفضلها ويلعبها، يعني هذا الشيء أكيد له أثر كبير على هذا القطاع، على السعودية، على عيون العالم في توجهها إلى السعودية أيضاً. هي زي ما قلت أنت ما هي لعبة وبس، هي أكبر من هذا الشيء. طيب نبغى نعرف الأثر أيضا الاقتصادي والعالمي على السعودية. يعني لها أثر كبير، يعني حنا عندنا أطلقنا الاستراتيجية بدعم سمو سيدي الأمير محمد، وفي الاستراتيجية أثبتنا أنه القطاع هذا قطاع مهم، صحيح، في الرؤية 2030. إحنا أسسنا وأعلننا في الاستراتيجية أنه أثر على الجي دي بي، على الدخل المحلي، بأكثر من 50 مليار ريال سعودي في 2030. قاعدين نحكي عن أكثر من 39 jobs created من المسار المهني، قاعدين نحكي عن أكثر من 250 شركة موجودة في السعودية في هالقطاع، قاعدين نحكي عن أكثر من 30 لعبة مؤسسة في السعودية في تلعب حول العالم. فإحنا قاعدين نأسس قطاع كامل، صحيح، والمهم في اللي قاعدين نسويها في الرياضات الإلكترونية وفي كأس العالم انه هذا بوابه، هذه بوابه لقطاع كامل، صحيح. احنا قاعدين نقول انه ما هو الفكره انه نسوي افضل بطوله في العالم ونوقف فيها، بس كيف نستعمل هالبطوله انه نعلن للعالم انه احنا بيباننا مفتوحه للقطاع، انه شبابنا وشاباتنا مستعدين يشتغلون في هالقطاع، انه عندهم مسار مهني في هالقطاع، ومو هو بس كذا، بس انه عندهم مكانهم في العالم في هالقطاع، انه يستاهلون ان يكونون في هالقطاع، لو كلاعب محترف او كاي مسار في المسارات المهنيه في هالقطاع.